تعالى في القرآن. يوسف عليه السلام ربنا ذكر صورته وقصته في صورة يوسف وقال هو من أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وكان يوسف عليه السلام مثال للشاب البعيد عن المحرمات والذي يتقي الله سبحانه وتعالى ويراقب الله جل وعلا، وده فيه فوائد للإنسان في الدين والدنيا. شفت الزول اللي بتلقاه بعيد ده من المعاصي والمحرمات والبنوت وكده، ده بزول أول حاجة في نفسه بتلقاه مرتاح، وله من الفوائد العظيمة في الدنيا والآخرة. فيوسف عليه السلام كما هو معلوم لما اشتراه الذي في مصر وقال لامرأته أكرمي مثواه، ربنا سبحانه وتعالى قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. طبعا ديل النسوان زمان كان بيغلق أنا الأبواب وكذا، لكن هسه الشغلة في الشارع والموضات كلها تقول هيت لك في الشارع، مش غلقت الأبواب، في الشارع بتقول لك هيت لك. اللبس الضيق والتبرج والسفور وقلة الحياء يا أخي، زمان ذاته أنت الليلة لما ترجع الإجازة لأهلك تلقى حبوبتك دي ذاتها لما تسلم عليك وانت ولد ولده ولا ولد بيتها سلم عليك بحياء، ولما انت تجي تستأذن تلقاه يتلملمت وتتنحنح للبنات الجوا، بنات خالتك وبنات عمتك، لأنه في حياء. لكن دي تلقاها للأسف الشديد قاعدة في نص الرجال، وفي وحدات بيقوم بيقطع عن الفتة ذاته تلقاها مخصوصة في النص، في النص قعدات ولا فات، ما في حياء، تقول ما في رجال للأسف الشديد. ودي مشكلة يا أخوان، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصف بأنه أشد حياء من العذراء في خدرها. الحياء من صفات الكمال، والمرأة التي لا حياء فيها لا خير فيها. فدي مع إنها راودت يوسف عليه السلام في هذه الفعلة الشنيعة العظيمة إلا أنها راودته في البيت. ربنا قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، يعني هلم إلى الفاحشة. ثم هي التي دعته، ثم هي هددته بالسجن، قالت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكونن شنو من الصاغرين. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. والإنسان يا أخوانا اللي بيكون بعيد من الشهوات أول حاجة بيكون صافي الذهن، تحفظ سريع، في قرايتك بتمش تمام، لكن الزول اللي بتلقاه بيلخبط تلقاه في الغالب مشوش، تلقاه تعبان ومتردي. ليه؟ لأنه باله فيه 700 حاجة، وتلقاه مخصر الرصيد وضعه تعبان، وبابرا الشغلة معصلة جاي انت كمان تاني تجيب لك نفقة تانية. انت لو داير امشي تزوج عديل، الزواج الصحيح ده فوق الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الغنى في النكاح، وثلاثة كان حقا على الله عونهم، منهم الناكح يريد العفاف، ربنا بعينك، لكن تقعد بالليل تدخل الخدمة وتضرب فهمت، وتلقاه لغاية الساعة واحدة بالليل والصباح يمشي المحاضرات نعسان. ده بيفهم شنو يا ناس، ده ما بجيب لنا شغلة، ما بجيب لنا حاجة، ما بيستفيد، هو بيكون تعبان وخسران ونفسيا منتهي. ولما يمشي مع أهله تلقى قافلة معاه، ودار يرجع الجامعة سريع، ودار الجامعة بتين تفتح عشان يمشي يلاقي سوسو ديك، وهو الساكت للأسف الشديد. والله يا أخواننا ده ما واقع الطلبة ولا إحنا قاعدين برا يا أخوان، كلام ده غلط ولا صح، ده هو الحاصل. وده مرض يا أخوان، ده مرض انت تبعد منه فهمت، وتزح وتخلي قلبك سليم، يثمر لك ذلك الطمأنينة والراحة، ويثمر لك ذلك أن يعاملك الله سبحانه وتعالى بحسن القصد. شوف الزول اللي بيمشي للحرام ده ربنا بيعامله بنقيض قصده، بعدين زي دي ما بيزوجها كلها مكانات
بتاع الشباب، يقول لك دي ما مرحلة بتاع الشباب نقضيها ونشوف الحاصل شنو، يغشها يقول لا طبعا نحن هنتزوج وإن شاء الله مشروعنا بعد اتخرج أنا يا مشيت الذهب يا مشيت وين، وإن شاء الله نكون لنا بيت والبيت نجيب فوقه العسل ونكسر العسل ويديها عكاز، وهو ساكت حكاوي بس ما في حاجة، ما في أي موضوع، والله الذي لا إله غير ما في حاجة. فهمت؟ وديك المسكينة تصدق تصدق، وبعد ذاك يحصل للأسف الشديد ما يحصل، واحدة رجعوها أهلها حامل فصلها من الجامعة، واحدة أبوها جاء الجامعة شايل سكين وحجزوه، ولا ما قاعد يحصل يا أخوان؟ سببه شنو؟ السبب شنو يا ربي؟ في شنو السبب؟ المواضيع دي. ولذلك يا أخواننا ربنا قال ولا تقربوا الزنا. شوف انت شاب، من أعظم المشاكل بالنسبة لك الشهوة دي، تكون عارف الموضوع ده. إذا قضيت في الحلال عندك أجر وفيها قوة للبدن، وإذا قضيت في الحرام فيها حسرة وضعف للبدن. فتبعد، تبعد من الاستماع الأغاني المحرمة التهيج. تعال الأغاني دي يخزو لي يسمع له في كلام ذاته، كلام بيقى كلام سيء، كلام ذاته بيقى فيه شرك. تلقى في الغنى يا بشرة إن شاء الله راجل مرة، فهمت؟ وبقى الأغاني بيختموها بمدحة كده، مش مكاشف الغوم، صح ولا ما صح؟ هاي تلقى الجماعة مش لأنه عجبهم دي مدحة ولا ما مدحة ولا محبة في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه دي دقتها فقرية جدا، والله جت شغلة دي فيها دقة صعبة جدا. تلقى الجماعة ينتهوا بها، يا ناس فهمت؟ إثارة للغرائز. انت يا أخواننا ما ممكن يا أخواننا، انت شاب، انت ربنا خلق فيك الشهوة، والشهوة ما حرام، الشهوة سبب لبقاء النسل، ها سبب لبقاء النسل، ما حرام، لكن خدتها في الحلال. انت لما تجي بجاي بيسمع اغاني مدوره الاغاني دي، واغاني مهيجه، ومش كمان كده الاغاني ما بقت كمان سماع برا، فيها فيديو كليب، الكلمه بترجموها لك بفعل، وجميع مفاتن المراه تلقاها قاعده كويس بيسمع، وتلقاه بيشاهد، ها وتلقاه بيمشي ينظر، وفتح جميع مجاري الشيطان. ما داير الشيطان يفسد عليك القلب كيف؟ عشان كده بتلقى في واحدين بيبكوا في الحافله، فهمت؟ يجيبوا لك عمك داك بتاع هايل يا فلانه وما هايل ابخش من حفيان داك، فهمت؟ يجيبوا لك ويجيب لك ما عارف فلان مات السنه الفاتت وماشيين على سكه عدم، انت موهوم ولا شنو؟ احنا ماشيين على حساب، تقول سكه عدم كيف؟ ها؟ فيغش الجماعة، تلقى واحد يبكي، تلقاهم لابسين أسود زي الغربان، وكان فلان والجماعة تلقاهم بيبكوا ويتعايطوا. بعد شيء يجيبوا لك ذاك يغني لك شنو، يغني كلام ذاته كلام سيء. والله مرة أنا قريت في جريدة قال غنية اسمها في مبدة، اسمها زح كراعك عفصتني تقتل شابا في مبدة. تخيل ده الرقيص بس قتلوا بني آدم، الرقيص اسمها زح كراعك عفصتني، والله إذا أنا قريتها في الجريدة، وفي كلام كثير ذاته لا بتقال لا بتحكي، فهمت؟ ولذلك يا اخواننا الشاب تكفل الابواب دي، انت بتكون مرتاح نفسيا كويس، بعدين شهوتك دي تاجلها لما تتزوج. وده بالمناسبه سبب لفساد كثير من البيوت، الطلاق، النسبه بتاعت الطلاق والى اخر، سبب الناس بعيدين من الدين، لانه الواحد كل زي ما بقولوا هما الاحتياجات العاطفية بيكون قضاها قبل ما يتزوج. لما يجي موضوع الزواج ده بيكون موضوع بتاع مبيت ساكت، فهمت؟ تلقاه جاي ها، ولو كمان يتزوج لي واحدة من النوعيات القديمة دي المنفتحة اللي بتتكلم مع الأولاد وكده. عشان كده يا أخوانا ليه الإسلام المرة دي قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء، وقال مش كده، قال صلاة المرأة في جوف بيتها خير من صلاتها في فناء بيتها، وصلاتها في فناء بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن المرأة لما تقعد في محلة محجوزة والراجل يدخل عليها يكون البيت مليء بالحنان والعاطفة المفقودة بتلقاها جوا، لكن لما تلقاها مفكوكة برا. بعدين ذاته لما تجي تمارس حياتك الزوجية تقول لها كلمة ظريفة، زي ما قال واحد
سمع له حديث، والحديث ضعيف، في خطبة سمعه في خطبة، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر الرجل إلى امرأته زوجة رحمة حطت خطاياهما، والحديث ضعيف، لكن لو عينت لها نظرة رحمة برضو فيها خير، يعني إنك تقرب عليك وشيء يعني فيه المودة وكذا. المهم هو دار يطبق الحديث ده، يعني مشى للمرأة في البيت وقال لها مرأة عليك إذا أضبطي لنا الجبن والشاي وكذا، وبعد قعد برا بقى يعايل لها، دار يطبق الحديث. المرأة قالت لها ما لك يا راجل جنيت ولا شنو؟ بتعايل لي ما لك وكلني عليك الله. جراجع بيشكي. الموضوع ده لقدام، الموضوع ده لقدام يا اخواننا، والله اساله نحن ما عارفين، والحمد لله متزوجين نحن بنوريك. فانت لما تمشي لبيت هي بكر في جسمها وبكر في اخلاقها وعواطفها، كده بيتكم بيمشي لقدام. عشان كده بتلقى في السيره النبويه النبي عليه الصلاه والسلام كان بسابق السيده عائشه رضي الله عنها، وده ما فيه دليل على مجموعه من العطاله يمشي يعمل لك مسابقات في الجامعات، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم سابق السيده عائشه. طيب انت عاقد على سوسو دي؟ انت عنقالسه؟ انت جابك على الموضوع ده شنو؟ ما في اي وجه بتاع استدلال، عرفتها؟ لكن بعد تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان بسابق عائشه رضي الله عنها. قالت عائشه وكان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل، قال آكل اللحم، قال فيتعرق العظم ويضع فيه على موضع في محل. عائشة رضي الله عنها أكلت، النبي صلى الله عليه وسلم بيأخذ يأكل، ده بيكون البيت ملام محبة وطمأنينة. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن آياتي أن خلق لكم من شنو؟ من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. ده البيت فيه سكن. شوف انت لو ما لقيت السكن ده والله حياتك بتبقى معكرة. تمشي المرأة جوا تلقى عاملة كيف، فهمت؟ وملانة بصل وملاح، فهمت؟ وماشية تغسل الشافع ومبشتنا كويس. انت بعد شوية بتمرق بتخلي لها البيت، وبعد شوية بتحصل المشاكل. السبب شنو يا اخوانا؟ انه الناس ما مشت تمام مع تعاليم الاسلام. ولذلك يا اخوانا الانسان يبعد ويتقي الله سبحانه وتعالى، وربنا بيرزقك. بعدين ما تغشك البهيات دي، في ناس تغشهم البهيات تلقاه بيصقع شغال زي مروحة الطرابيزة، دي مشت بيجاي عايل لها. يا زول انت ما تتعب روحك، ما تتعب روحك، فهمت؟ دي بهيات ساكت ما يغشوك، فهمت؟ فربنا سبحانه وتعالى إذا صبرت واتقيت الله سبحانه وتعالى ربنا يرزقك المرأة اللي بتكفيك في أخلاقها وفي جمالها وفي دينها وفي تعاملها، فربنا سبحانه وتعالى بيرزقها. وعشان كده انت لو دار تنتهي من الموضوع ده تسأل الله وتستعين بالله. ايضا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا اعجبتك امرأة فتذكر مناتنها. عشان ما تبقى اخواننا زول راجل تلقاه جاري ورا مرة، تلفه يمين تلفه شمال كنترول، بس امشي كده يمشي، امشي كده يمشي، قال لك فتذكر مناتنها، بتحيط وتبول تمشي الحمام، ما ممكن تجري لك ورا مرة زي دي تغشك انت بطرحة خضراء ولا يسكرتي بنفسجي، ما تكون انسان ماشي ساكن. فلا بد تكون انسان رزين وبعيد عن المحرمات. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. بعد ذاك يا اخواننا الانسان يشغل نفسه بمعالي الامور، تقرأ في سير الصحابة والعلماء والانبياء، وتقرأ الكتب النافعة التي فيها الخير. كمان في شباب يقول لك يا سلام والله الدين ده تمام، نحن من الليلة مع الدين، والبلد دي الأمريكان ما خلونا فيها، نحن ناس الجهاد، أنا دارين الجهاد، داعش نفر، راح أكون داعش. هذا المشوا بطريق غلط، ده الشيطان مرقوا بباب النسوان قال لي الله ودعناك الله، وده مرقوا بباب الخوارج، ده كله باطل. أنت تكون على الكتاب والسنة ومستقيم، ها ماشي بمنهج صحيح حتى تصل إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخواننا ربنا سبحانه وتعالى قال ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من معنى
هذه الآية وما فيها من بعض الثمرات والفوائد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. ومعنا الشيخ أخونا الشيخ أحمد البدوي، إذا كان في بعض الأسئلة أو الإضافات إن شاء الله يتقدم الشيخ. مجزيا مشكور.